أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المطرب الأردني أدهم النابلسي الذي يملك نحو 4 ملايين مشترك في قناته على اليوتيوب اليوم يعلن اعتزاله الغناء نهائيا. إليكم التفاصيل. المطرب الأردني أدهم النابلسي قرر اعتزال الفن معتبرا أن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو أن الطريق الذي يسلكه لا يرضي الله عز وجل، وأن أغلب المقربين منه كانوا يعلمون أنه كان سيعتزل الفن نهائيا. نشر أدهم النابلسي قبل ساعات مقطع فيديو على قناته على اليوتيوب مؤكدا على اعتزاله الفن نهائيا، وقال خلال المقطع أنه كان ينوي بالفعل اتخاذ هذه الخطوة، وكان يطمح إلى أن يرضي الله عز وجل من خلال الفن الذي قدمه. وكما سترون في الفيديو الآن أضاف وقال: أريد أن أخبركم بخبر سعيد جدا بالنسبة لي، فكل شخص لديه أهداف بحياته يسعى لتحقيقها، ولكن لابد للإنسان أن يسأل نفسه بعد تحقيق هذا الهدف: ما الذي يفعله؟ هل هناك أهداف جديدة؟ أشار إلى أن الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة والذي نغفل عنه هو أننا موجودون في الحياة لنرضي رب العالمين، لذلك يجب أن يتسق الهدف مع إرضاء الله. وفي نهاية الفيديو وجه الشكر لكل من دعمه في مشواره، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق أحلامه المستقبلية لكنها ستكون مرضية لله عز وجل. وكان الأردني أدهم النابلسي قد بدأ مشواره الفني في عام 2013 حين شجعته والدته على المشاركة في برنامج اكتشاف المواهب إكس فاكتور، وكان ضمن فريق الفنان وائل كفوري، واستطاع أن يصل إلى التصفيات النهائية وقتها، لكنه لم يحصل على اللقب، إلا أن ذلك لم يحرمه من الشعبية الكبيرة التي حظي بها، فهو يملك شعبية طاغية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابع قناته على اليوتيوب أكثر من 3,075,000 مشترك، وحققت أغنيته هو الحب أكثر من 250 مليون مشاهدة. وحظي فيديو الإعلان عن اعتزاله على نحو 800,000 مشاهدة حتى الآن، في حين تملك فيديوهاته على اليوتيوب والتي لا يزيد عددها على 10 نحو 700 مليون مشاهدة، ويتابع حسابه على الفيسبوك أكثر من 4.5 ملايين شخص، ويزيد عدد متابعيه على الانستغرام على 2 مليون. أما متابعه على تويتر فيتخطى عددهم 110,000 متابع. واصل أدهم النابلسي مشواره الفني بعد برنامج إكس فاكتور بإطلاق العديد من الأغنيات، كان آخرها خايف التي أطلقها قبل أن يحصل على بكالوريوس المحاسبة من الجامعة الأردنية في نوفمبر الثاني الماضي، قبل أن يعلن يوم الاثنين اعتزاله المفاجئ. نترككم مع الفيديو الذي أعلن فيه أدهم النابلسي اعتزاله نهائيا. السلام عليكم، كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. حبيت أعملكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. بس قبل ما أحكي هذا الخبر بدي أحكي نقطة صغيرة، إنه كل شخص فينا في عنده أهداف بحياته، في عنده أحلام، ودائما بحاول إنه يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها. بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف أو الأهداف اللي أنت حاططها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالإنجاز؟ هل راح تحس إنه أنت خلص ما راح تحلم مرة تانية، ما راح تحط أهداف جديدة، أو راح ترجع تحط أهداف جديدة وترجع تحققها؟ بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي، لأنه مش هذا هو الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وأنا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. إحنا وجودنا بالحياة عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمرنا، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ومش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أنه أنت تحاول دائما أنه أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها، بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة هو عبادة رب العالمين، ويكون كل إشي أنت بحياتك بتعمله عارف أنه في صح وفي غلط وتحاول دائما تعمل الأحسن. فبالنسبة لي بصراحة الهدف اللي أنا كنت ماشي فيه والحلم اللي أنا كنت عم بحاول أحققه بصراحة ما بيرضى رب العالمين، وأغلب الناس اللي قراب مني بيعرفوا أن أنا من زمان بحكي لهم رح يجي يوم وإني أنا أوقف، فالحمد لله وفضل الله إجا هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. أنا حبيت أحكي لكم أنه الحمد لله أنا اعتزلت الغناء، وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا، وبتمنى أنه هذا الدعم يستمر لقدام، لأنه هاي معناتها مش النهاية، بالعكس مش راح أختفي، يمكن راح تشوفوني أكثر، راح تتعرفوا علي أكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديدة. وشكرا جميعا على كل دعمكم، وشكرا جميعا على كل هالسنين، وبتمنى اللي جاي يكون أفضل إلي وإلكم، وبتمنى لكم الخير. شكرا لكم وراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.